اهلا بكم متابعينا ومتابعي موقع بصراحه للبارح كل مكان، لسه مستمرين مع حضراتكم في رحلتنا عن البحث عن كل ما هو جديد. معكم في هذا البث المباشر الجديد صحفي احمد كظومه. احنا النهارده داخل المقابر، قضيه انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وكانت مثيره للجدل بشكل كبير جدا، والكل طبعا كان بيتساءل هو في ايه يا جماعه، ايه قصه مؤمن زكريا وقصه الاعمال والاسحار اللي تم اكتشافها خلال الايام الماضيه، والدنيا كلها مقلوبة وبتسأل ايه اللي حصل. احنا النهاردة موجودين مع عبد النبي من اقدم الترابية هنا في مقابر الغفير، بنعرف مع حضراتكم يعني انت ازاي تشوف السحر زي ما انت شايفين كده، وازاي تعالجه، وازاي لو شفته في مقبرة او قدام مقبرتك تتعامل معاه وتقدر ان انت تحصن نفسك واهل بيتك. وايه قصة الموضوع ده؟ هل الموضوع ده بجد حقيقة؟ هل مسألة ان فعلا مؤمن زكريا التعب اللي فيه ده بسبب الاسحار والاعمال اللي اتعملت له، ام مجرد الكلام لسه فيه امور ولسه فيه تحقيقات؟ ده كله يعني هنوضحه لحضراتكم في هذا اللايف. لكن احنا النهارده مع عبد النبي هنشوفه هو بيرش ايه. اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم ده للوهله الاولى هتقول دي ميه، لكن الحقيقه ان هي مش بس ميه، دي ميه فيها حاجات لازم بتحطها علشان خاطر تكتشف او عشان خاطر تبطل اي عمل او سحر موجود داخل المقابر. انت شايفين بيمشي بالطريقه اللي قدام حضراتكم كده على سور المقبره اللي انت يعني بتاعتك، او اللي انت تشك ان حد يكون عامل لك فيها حاجه تقدر ان انت تحصنها بالصوره اللي قدام حضراتكم دي، وتعرف ازاي ما يحصل لكش اي حاجه وتامن نفسك من اي مكروه وسوء. اللايف مهم جدا، اللايف اللي بكلم حضراتكم عليه دلوقتي مهم لكل واحد ممكن يكون اصابه حاجه او خلل في حياته في لحظات وغيرت حياته بشكل كبير جدا، سواء لمرض، سواء لطلاق، سواء لكوارث. لكن اللي انتوا شايفينه ده كله لازم ما تستهزوش بيه اطلاقا، لان السحر موجود ومذكور في القران، ولكن انت تعرف انت بتعمل ايه ومطلوب منك ايه. ده اللي هنوضحه النهارده مع حضراتكم مع عبد النبي. ازيك عبد النبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله حصان طيب الاول، متفائل بفهم. ربنا يبارك لك. تمام ان انت بترشدنا لحاجه زي كده. هو يا جماعه دلوقتي احنا عشان برضو ايه نخف الاذى اللي هو حاصل دلوقتي، انا بوجه رساله لاي حد شغال في المقابر او تربي او اي حد عامه، يا ريت يا جماعه ننظف اماكننا ونحصل اماكننا عشان ما حدش يتاذي من اللي حوالينا. ربنا يبارك لك. عبد الله، انت بقالك كام سنه شغال في المقابر؟ انا بصوت اعلى شويه معلش. مولود في المقابر ومتربي فيها. بس سكت. مولود في المقابر. متربي اصلا في المقابر. بتشتغل تربي، اكيد مر عليك اسحار، اكيد مر عليك حاجات مقفوله وناس طلبت منك زي ما انت بتقول. اخد منها الحاجه افكها وامشيها، تفكها وتمشيها. اخد منها الحاجه وافكها واديهم اللي في النصيب برضو وامشيها. بس وبشوفهم كده ليه، ممكن الاقي اخ ده يعمل لاخوه، بنت اخ ده تعمل لعمها، عم جاي يعمل لاولاد يعني أخوه. الموضوع اسري وبيبداوا ان هم يأذوا. هو الموضوع كان عام، دلوقتي ابتدي بيتخصخص لغايه لما بيبقى اسري. لما يعني الاخ الاخ يعمل لاخوه، الاخت تعمل لاختها، وحاجات بقت فظيعه دلوقتي. حاجات احنا وصلنا لها ما كناش نتخيل ان احنا هنوصل للحاجه دي. كنتش اتوقع ان احنا نوصل. لا الاول كانت مثلا عيله، الاول كانت عيله فلان مع عيله فلان، مفيش مشكله. دلوقتي فضلت تسوق بينا لما ربنا بالجهل، فضل لغايه لما دخل بيوتنا. علي صوتك معلش لان صوتك بعيد والناس بتشتكي من الصوت. الجهل فضل لغايه لما دخل بيوتنا. يعني الذين نسوا الله فانساهم انفسهم. نعم، احنا نسينا ربنا وبعدنا عنه، ربنا نسانا انفسنا وبعدنا عنه، وخلانا نتعلق بشويه ورق وشويه صور ونأذي بعض على اقل حاجه. انا شايف ابن فلان دوت ناجح ومجتهد وبتاع، فعايز اكسر قلب امه او اكسر قلب ابوه. انت راجل بتبات في الطرق وبتروح تيجي في اي وقت وبتشوف كل في حاجه اي وقت، بطلع وانزل واجي واروح وبروح. عشان نوضح للناس قبل كل شيء الناس تبقى فاهمه، هو ايه اللي وراك ده وايه اللي معاك ده؟ اللي معايا دوت زي ما تقول ميه بخل بملح عليها ليمون، تمام، يعني شويه مطهرات كده اهوت من اللي احنا ميه بنستخدم. وملح وليمون وبتاع. وبنقرا آية الكرسي 3 مرات، وبنقرا ما فتح الله علينا من القران الكريم،
أي آية يا جماعة والله فيها شفاء، لو آية واحدة، انت لو كعميل، حرف واحد من انت القرآن كعميل الكريم. بقالك سنين في المقابر، مر عليك اصحاب، أيوة، ممكن تقول لنا شكلها بيبقى عامل ازاي عشان ابقى عارف؟ شكلها بيبقى فيها ورق وسهم، وفي واحد واقف في دورية حوالين منه كده، هو زي شوارع يعني، متاهات فيها، بنلاقي صور بنات مثلا، على صوت شوية من صور بنات متعفصة ومحروقة، دي برضو للضرر وبيبقى للأذى. وفي حاجات طبعا تانية اللي هي بتاعت الجن والسحرة والمشعوذين، الناس اللي هي اللوح البيين ده، هي بيت اللوح، ايوه شفت بيت وفي اللوح. اللي هي وفي اللي هي كل الحاجات دي وردت عليا، كنت ايه قصة النية دي؟ احطها في ميه بملح ايه قصة اسيحها. النية يا عبد الله؟ اللي هي خلينا ديت بنلاقيها فيها مسامير وفيها ابر، وزي ما تقول كده هوت، عشان بتسيح مع السخونية ودرجة الحرارة في الأماكن اللي بتتحط فيها بتسيح. بتسيح. مع سيحان اللي هي دي بتفضل لغاية لما تخلي صاحبها يموت، يجي له زي شلل أطفال كده، يقعد ينزل 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 وجسمه يفرق قلت لي يرفع. ان في ناس بتعملها سحر، تنزل تنام مع الميت. ايه الموضوع ده؟ عايز انا انت اتكلمت معايا شويه قبل اللايف، انا عايز المعلومه دي تبقى لا علما ده ما للناس. بيبقاش سحر، ده بيبقى صعوبية الفراق، ده مش وبيبقى سحر اصلا، لا يعني لا لا، ده كمان بتبقى حالة نفسية عند البني آدم. مثلا أنا فقدت والدي أو والدتي، تعالى عبد الغني فأنا شويه. عايز أطهر المكان هنا. تمام انت انت فقدت فقدت والدي أو والدتي، فأنا صعبان عليا إيه اشبك عشان ما تعطلش، اشبك ده هنا. آه تمام كمل عبد الغني. فقدت والدي ووالدتي أو والدتي، فهي كانت كل حياتي وكل أمنية حياتي هي والدتي، وكنت عايش معاها. فطبعا أول ما بتموت بيبقى صعبان عليا مثلا. طب بص يا عبد النبي، نعم، انت ليه مركز على جنب السور؟ الجنب السور، لأن هو اللي بيدفن حاجة بيدفنها على جنب، ما بيدفنهاش في النص. الطبيعي لو دفنها في النص حد معدي بيدوس عليها بيبتدي يكتشف إن في حاجة، إنما اللي في الجنب السور ده هو بيدفنه وبيجري، ما بيبقوش بقى باينين. في بقى المؤاخذة الكلاب بتفحط جنب السور، ممكن كلب يبقى فحط فحرة بص في ناس مكانه. بتشبك في الحاجات دي فوق، لا لا لا، يعني الحديد ده ما يتحطش فيه حاجة. هو في بس لما بيبقى مثلا قلقان بتاع خايف يوطي على الأرض كده، فممكن يرميها من فوق سور، نطلع نلاقيها مرمية فوق سطح صح، فوق المجمرة. ومتاكلة، ومتاكلة من الشمس وبتاع، فبيحصل. فكل ده بيحصل، بتبقى على هيئة ايه يا عبد النبي؟ يعني هشوفها في كورة، في كيسة سودة، في قماشة. في عروسة، في كورة، في نلاقي في كيس أسود، ونلاقيه ملفوف بكذا لفة. في بيبقى القماش بس فقط لا غير بس، واحنا بنحاول على قد ما نقدر بننظف ونأمن الأماكن بالليل أو بالنهار. التنظيف بالليل او بالنهار، يعني ما انت بتحاول انك يعني بتنظف في اي وقت مش مطلوب بحاجه. لا لا الحمد لله، في اي وقت بحب انظف بنظف، وانا واهب حياتي اصلا لتنظيف المقابر ولاي مكان بيحصل فيه اذى، بحاول على قد ما اقدر ان انا احوش الاذى ده عن الناس، حتى انا ما اعرفش الناس اللي بتحاش عنها الاذى مين ما تعرفش او اصلا فين. يعني لا وضعهم ايه. مش شرط ان انا اعرفه، انا الشرط اللي من راى منكم منكرا فليغير، فليغير بيده. بس ربنا يبارك لك عبد النبي ربنا بيقوينا على قد ما يا بنقدر. رب يا رب. متابعينا في كل مكان، انا داخل مقابر الغفير، باخد مع حضراتكم جولة هنا داخل المقابر. عرفنا عبد النبي وعرفنا قصته وعرفنا ايه وضعه، ان هو راجل تربي قديم جدا ورث المهنة ابا عن جد، لكن اللي انتوا ما تعرفوش ان موضوع الاسحار بيحصل وبيتعمل وموجود وفي كل حتة وفي كل محافظة، ولكن الموضوع كتر الفترة دي بسبب ان في ناس عندها امراض نفسية بتحب انها تنتقم من بعضها بالامور اللي طبعا منافية للدين ومنافية للخلق ومنافية للشرع. ولكن احنا حبينا نعرف معاكم مع عبد النبي ازاي تشوف شكل السحر ده، او لو انت في المقابر وفي زيارة لحد من قرايبك تحاول ان انت يعني تستخرج السحر ده من غير ما تأذي نفسك او ان انت اصلا تتجاهله وتسيبه مكانه. عبد النبي نكمل معاك شوية، قلت لي انت يعني انا ببص على الحمام بصراحة، بتبص على الحمام. جاي يشرب اهو ياكل بالصلاة على ربنا جنب يبارك لك. بص يا اهو عبد النبي انت راجل ده طيب، جميل. بص يا عبد النبي، اتفضل اتفضل. قلت لي بشوف على هيئة قماشة، بشوف على هيئة كيسة، وبشوف بتشوف على اللي هيئة هو عظمة، صح كده؟ أغرب سحر
وقع قدام عينك كان ايه لو اللي هو فاكر؟ هو كتير اللي وقع قدام عيني، فكلها كلها اذى. تعالى في الطب، تعالى في الطب، الغريب الغريب تعالى اللي كمل انا انا كنت مستني. الغريب اللي انا بستغرب له يعني، ان ازاي الناس تاذي بعضيها، وبتاذي بعضيها ليه يعني؟ عشان ايه يعني؟ عشان شايف إيه؟ ابنه احسن من ابنك، او بنته احسن من بنتك في التعليم، او ايه ايه الافاده؟ هو ده اللي انا انا عايز افهمه. عايزك تكلمني بحكم خبره. انت شوف، تقول لي في ناس بتدي ناس فلوس وتقول لي روح ادفع، يعني في ترابيه مؤذيه. ايوه، لا مش بتبقى يعني في التربه ناس ما بقى، بتعيش بيبقى اللي ربنا. شغالين بقى العمال بتاع، انما التربه ما بيوصلش لدرجه ان هو بيقابل ناس زي كده. التربه ما يعني ما بيوصلش، احنا اللي بنوصل، احنا اللي بنقابل الناس اللي زي كده، اللي بيبقى عايز يدفن حاجه من غير تسريح. دوت انت عايز تدفنه ليه من غير تسريح؟ بيرجعه الاداره تاني يعني يروح انت يعمل كواحد بتشوف تسريح. كل الكلام ده كله. بيورد علينا. في ناس مثلا ساعه الصلاه في الجوامع بتيجي تقول لك خد ده طفل صغير ادفنه معاك. انا بنبه يا جماعه، الناس اللي هي مثلا بيبقى في الجوامع عامه، خد ده طفل صغير ادفنه معاك، الله ده طفلين بتاعه، وانت بتاخد العيل وبتبقى مبسوط بيه، وتروح المقبره بتدفنه وخلاص. وطبعا التراب بيسالك على التسريح، بتحصل مشكله طبعا كلنا فاهمينها. يا جماعه يا ريت اي حد يقول لك خد ادفن الطفل دون، تساله على التسريح بتاع الطفل، وتاخد صورة بطاقة والده وصورة بطاقة والدته، عشان انت مش بتكسب ثواب، انت بترتكب ذنب وحرمانية كبيرة. ما تعلمش، يمكن مش طفل، يمكن عمل مدهولك تدفنه صح، وانت مش واخد بالك. شايف ان تركيزك كله انت طبعا انت بتبقى ماسك كذا حوش في المكان هنا، صح كده؟ انا اعتبر ماسك تطهير بس ونظافة حوالين الشوارع. اما الدفن دلوقتي انا سبته بقالي فتره، انا دلوقتي ابني هو اللي قرار ان بيدفن انت خدته اخواتي. ان انت هتعمل الميه بملح والحاجات اللي انت حطيتها دي، وترش الصور الاحواش اللي انت ايه كله بتشرف كله عليها كله واللي كله تقدر تعمله، لان شكك ان هو بيبقى فين؟ بيبقى عند السور وعند عند المداخل بالشكل ده ايوه، بيبقى في ناس بتيجي تدفن وتجري. وتجري. تدفن وتجري، تدفن وتجري. احنا اسفين على المناظر اللي بتظهر معانا ديت لا على طبعا ده في مرتبه في برضه لازم اللايف. كل حاجه. فاحنا بنعمل ايه على قد ما بنقدر، في راتش زي كده بنسويه، بننظف فيه، ونرش ميه بملح كده عشان محدش يكون داخل حاجه فيه، بس الميه الممالحه بتطهر المكان. صحيح. وثم دي مقابر يا جماعه، المفروض تبقى عايز اخد اطهر رايك في مكان حاجه، انت اكيد طبعا كان قدامك اسحار وتفكك، صح كده؟ كتير. كتير الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. تصاريح ومعلومات بلديات دي لسه بلديات. منتشره على السوشيال ميديا ان كابتن مؤمن زكريا اتعمل له سحر واتفك السحر ده، وان هو كان مريض بالسحر وهيشفى بعد اسبوع. الكلام ده حقيقي؟ انت شفت حد فك سحر وشفى بعد اسبوع؟ لو كان سحر اصلا احنا لسه ما عندناش هو ولا لو معلومه ثابته في الموضوع تمام، ده. هو لو سحر فعلا وهو معمول له، هيتفك، هيقوم منها بالسلامة ان شاء الله، مفيش هيقوم على مشكلة. طول. بس هل الاقاويل اللي هي بتتقال مثلا ان في حد تاني ليه يد في الموضوع ده، مش ممكن بتاعتنا، وانا الله دي اعلم اذا ممكن كان الكلام تكون ده حقيقه دي من ولا ضمن لا. احنا بنتكلم على فكره ان هو لقى ورقه سحر معموله، هيشفى بعد كده. ان شاء الله بامر الله، على حسب اللي لقى الورقة وفكها صح ولا غلط. يعني بوش الحاجة دي في مية بملح وقرأ عليها قرآن وفك السحر تمام، هو ده اللي مطلوب هو ده كده. المطلوب. يبقى فك السحر. انما طلع مثلا قال الكلمتين دول هم وعمل الموضوع ده عشان حاجة تانية، يبقى ده ربنا يحاسبه. وبرضه ايه، وان شاء الله ربنا يحوش عن الكابتن مؤمن زكريا ويقوم بالسلامة. دلوقتي تعالى كده دقيقة، أهم حتة ممكن تشوفها العتب، يعني العتب ده يعني في كلام تاني مختلف عن أي سور. اللي هو المدخل، العتب ده بتشك إن هو المداخل، عشان بيبقى قدامها التراب غزير، فلازم ترشها كده اهو اهو كده، عشان لو في حد رادم حاجه ولا بتاع، تنزل الميه تحت في المقابر تطهر، تمام، تنزل تحت في الارض تطهر. تنزل تحت تطهر. ايوه تطهر كده، هي كده بتزيح الاذى. ايوه. الميه دي كده بتزيح الاذى عن الارض، لو في حاجه في الارض ازياها تتطهر منها. تشيل كل حاجة. فانت مش عندك بخاخه
وهتقول لي ما عنديش بخاخه وبتاع، لا ما انت ممكن تعمل بجردل، ما انا كنت بشتغل انا بجردل. كنت لسه اقول لك بقى عشان عاوز اوضح للناس حاجه. كنت الناس بتقول لك بشتغل انتوا ممكن بجردل. تكونوا بتعملوا الكلام ده اي كلام وخلاص لا والله والله ما العظيم بتعملوش حاجه. البخاخه دي انا مش بقى لها 4 سنين. واحد ابن حلال قوي قوي، ربنا يبارك له في صحته ويبارك له في عياله ويديله الصحه يا رب، هو اللي جابها لي. الله يبارك له، الله يبارك له، هو اللي جابها لي وقال لي وقررت يا يا عبد عدنان الله برش تشتغل بيها. الشغلانه دي؟ انت طبعا ورثتها، كنت الاول بتنزل تفطر، النهارده انت بقيت بتحفظ بس. بقى بحرص بس بالليل. بقول لك ايه، ما بقدرش دلوقتي حتى لو بنزل ادفن، معلش انا بطلع من التربه ببقى تعبان، لان انا بدفن وانا عندي مثلا 9 سنين 10 سنين، فبقى لي فتره وعمري، فالعفره بتطلع بتقفل. انا عندي جهاز التنفس برضه تنفس. تعبني. فما بقدرش ان انا اقاوم، ممكن ادوخ واقع واتبهدل يعني، حتى سني ما بقاش يقاوم. مر بس عليك طبعا ليا بديل. قبل ما ابدا معاك تصوير قلت لي انك بتسمع اصوات في المطعم، ايوه الكلام ده حقيقي ولا ايوه احنا بس والله. احنا تعبنا؟ بالمناسبه يعني انا راجل صحفي ولكن بتعب من بالنسبه الكلام ده، لعذاب القبر، ولا حد ينده عليك؟ وعذاب القبر وحد ينده عليك وحد بيصوت وحد يقول الحقوني، الكلام ده حقيقي. حقيقي تعالى بس في الضل كده عشان حقيقي انا ايه، انا جاي اعرف منك معلومه. قسما بالله حقيقي، اللي انا قلته قبل كده كل الكلام ده قسما بالله مش حقيقي اقاويل ولا كلام، عايز والله اركب قسم. الترند والكلام التافه اللي احنا انا لو بنقوله ده. عايز اركب الترند يا جماعه كنت عملت لنفسي صفحه على العالم، وكنت ما علينا عملت ما قناه علينا، وخدت يعني الكلام من كلامك ومن فهمك ان فعلا بتسمع اصوات. ده. فكرنا بحاجه من اللي انت سمعتها. هو اهم حاجه ان اللي بيسمع بيسمع قبل مثلا ايه، قبل ما يبلغ اللي هو ايه يعني، قبل 13 سنه 12 سنه. يعني السمع للكبار، الصغيرين اللي قصدي. الصغيرين بس، اما الكبار بتبقى صعبه شويه. مع الكبار ده هو بيخد بنفسه مثلا وهو ماشي في المقام يعني. انت لو تلاحظ تلاقي شعري كله شايب، دقني وشعري كله شايب شعرك شاب من الخضره. من اللي انا كنت بقى يعني بشوفه بتشوف ايه؟ يعني. بتشوف انا انت من صغرك كنت بتشوف ايه؟ يعني المره اللي هي بتاعت الساعه 1 بالليل ديت، كنت نازل وحد نده عليا بصوت واحد صاحبي، يا عبد النبي يا عبد النبي. قمت باصص كده اهوت، ما لقيتش حد، لقيت كفن ملفوف واقف فوق الشاهدين بيتحرك كده زي كأن حد ربطه من مكان وبيحركه، بس هو اللفة لفة ميت متوفي، اللفة لفة انت ميت شفت كفن متكفن. بيتحرك على ايده بشر وبينده وينده. وينده عليا، يا عبد النبي يا عبد النبي تعالى نلعب، تعال عبد نلعب تعالى نلعب. يا عبد النبي، تعال نلعب في المقابر في المقابر. يا عم احنا الحاج. كنا صغيرين عندنا 7 سنين وثمان سنين، وكنا اللي يشوفنا يقول عندنا 10 سنين 20 سنة 30 سنة. احنا كنا الحمد لله طالعين في المقابر متمرمطين، ده عبد النبي كده، انا عايز اقول حاجه. بس أهم حاجة كمل ما كمل. بنعملش حاجة تغضب ربنا، وعمرنا ما أذينا حد، وعمرنا ما جينا على حد عشان الجنيه. إن ما كناش يعني، أنت دلوقتي هتديني 100 جنيه عشان أعمل لك شغلانة، هعمل لك الشغلانة ب 500 جنيه وآخد منك ال انزل 100 بالمايه جنيه اللي معاك كده بالراحه، انزلها على كتفك عشان تعالى قول لي الشوكه دي بتعمل بقى ايه جنب السوق؟ تعالى الشوكة دي بتاع بنضف بيها برضو لما الاقي شوية راتش شوية زبالة على كده. بشتغل انت بيها. قلت لي ان انت لو بتشبك حاجه ممكن تشبك معاك دي. ايوه لما باجي اعمل، تعالى نبص كده لما ونوضح باجي الدنيا. انضف مثلا على نار. يعني انت بالنسبه لك بتجر جنب الحيطه كده. لما باجي انضف كده مثلا كده، تطلع معاك حاجه. في حاجة بتظهر على طول، مفيش حاجة اهي. احنا بنبقى سايبين الطوب ده ليه والحاجات دي؟ ايوه. عشان لو حد معدي معاه حاجه بيدفنها تحتيها، احنا بنلاقيها بقى. هو بيطمن كده يقول لك هنا بيقول لو لك دفنت، الطوبه خلاص اتقفل ومحدش شايف. لو دفنت تحت الطوبه ديت محدش هيشوف حاجه. وبجرجر المؤاخذه اللي حصله كده اهوت، واكومه في مكانه، وبجيب له البراويطه وبشيل، باخد وبتشيل. الجنب ده كده مثلا اهو، في حاجه فيه؟ مفيش، خلاص الحمد لله مفيش حاجه. ليه بقى مفيش حاجة؟ عشان احنا مخليين بالنا على طول، والكلاب دي فحط الكلاب اهيت، ما تلاقيش فيها أي حاجة. ده فحر الكلاب ده، فحر الكلام عادي. فحر الكلاب ده عشان خاطر بيناموا فيه. طبعا في حاجة زي كده اهي، دي براحة. كمامة، دي كمامة ما فيهاش أي حاجة. أهي شوف، دي طلعت كمامة. معانا كانت مردومة، طلعت معانا من الأرض. في العمل بيبقى زي كده. ممكن يكون في كمامة عبد النبي. لا في اي حاجه عامه بيبقى فيها ريحه البني ادم اللي هو بيبقى معمول من العمل، في اي حاجه بتعملها، يعني بيقول لك حاجة من قطر اي حاجه مش من القطر جوه بقى. استعملها.
ما ممكن على ساعة، ممكن على عربية، ممكن على محل، ممكن على أي حاجة. اي حاجه الأذى، في المنيتي. الأذى دوت بص على أي ده، يعني زي الخير. الخير طبعا في أي وقت وفي أي مكان بتأدي. النفس برضو الموضوع هو الظلم والأعمال والسحر والناس اللي بتأذي ديت، في أي وقت بتحب تأذي بتأذي. بس ليه الناس بتختص التراب بالتحديد عندنا؟ عشان مكان مقطوع، ومش شرط التربة، انت في اماكن تانية بتلاقيها في حوالين العماير تبقى فيها زبالة بتاع، بيبقى فيها ريتش. اي مكان مهجور، اي مكان مهجور عامة لكن مش لازم. مخصص التراب لا بالتحديد. لا لا، مش شرط التربة، هي التربة بتبقى عشان خاطر ايه؟ بيبقى نازل براحته ومفيش حد بيقوله رايح فين ولا جاي منين ولا حد بيسأله. فطبعا ايه، بيعمل اللي هو عايزه ويمشي على طول. وبيمشي. احنا بقى بندور وبنفتش وبننظف المقابر على طول اول باول. انت كواحد انت ضد كل القرف ده، كل القرف ده انا ضده، نصيحتك لكل طرب يتقي ربنا المكان اللي هو فيه، لان هو وينظفه بايديه وما يعدي يسيبش الكلام ده ردش. وبايديه يوقفه، ايوه بايديه طبعا، بايديه يوقفه. بايديه يوقفه. اي ترابي انا بقول له لما يشوف حد غريب رايح فين جاي منين، دي مش عيب ولا حرام. انا في ناس بتزعل مني لما بقول للحد انت رايح فين ولا جاي منين، وبيبقوا زعلانين. ده تبعي، ده انت بتساله ليه؟ انت مالكش عنده حاجه انك بس تساله. حقك تسأله، تعرف الراجل اللي انا رايح فين يعمل ايه. بساله عشان انا بشوف اللي بيأذي، وبشوف اللي بينزل يسرق، بشوف اللي بينزل يعمل حاجه غلط، وبمسكه وبودي الحاجه لاصحاباتها. وناس في الورش هنا تشهد ان انا كذا مره امسك لهم حراميه ترابيه، كذا مره امسك لهم حراميه واسلم لهم، وفي الاخر هم بيسيبوهم بقى، هم ما بيسيبوهمش، هم حرين. يعني انا مره مسكت 3 حراميه في رمضان كانوا سارقين مكاننا. اللي انا مسكت له الحراميه وكلهم بيتزا قدام كل واحد 200 جنيه. تصدق دي بقى؟ والله العظيم. عبد النبي انا وبقي راضيهم على طول، وبقي في علاقه طيبه، ودلوقتي الحراميه ربنا تابع عليهم. بشكرك عبد النبي، الله ربنا يخليك. يجعله في ميزان حسناتك، ويكون يا رب قدمنا للناس بعض معلومه ان عن شاء اشكال الله. الاسحار، وان ربنا يحمينا من اللي احنا بنسمعه امين ده يا يا رب. رب. تاني بشكرك عبد النبي. متابعينا في كل مكان، دي كانت جولتنا داخل مقابر الغفير. حاولنا قدر المستطاع ان احنا نوضح معاكم الموضوع ده حقيقة ام مجرد كلام بنسمعه، او مجرد اساطير بنسمع عنها واحنا صغيرين. الاسحار موجودة، موجودة، والاعمال موجودة، موجودة، والناس اللي مش بتتقي ربنا موجودة، موجودة، والناس اللي بتتقي ربنا ربنا يقدرها على فعل الخير. كان هدفنا نقول لكم ان انت ممكن تشوف السحر او العمل في صور، زي ما انت شايف كده، زي ما انت شايفين كده، ده صور عبد النبي قرر ان هو يجيب يعني بخاخ او رشاشه يحط عليها ملح وبعض المواد اللي بتبطل الاسحار او الحاجات اللي فيها شيء من انواع السحر قدر المستطاع. هو مش شيخ، هو راجل تربي شغال على الله حكايته، يعني زي ما بنقول كده، بياخد بتديله، يعني بتيجي تدفن، بتيجي تزور، بتراضيه، دي اقصى معلوماته. لكن في ناس مختصه باستخراج الاسحار دي، نعم في ناس مختصه، في ناس مخصصه حياتها لمساعده الناس في مساله الاسحار دي، نعم موجودين. لكن عبد النبي راجل طيب بقاله سنين واتولد في المقابر، فده ابرز ما شاهده وهو موجود في المكان ده. اتمنى نكون قدمنا لحضراتكم يعني معلومه ولو بسيطه، وخليكم معانا ولسه مستمرين. كان معكم مراسلكم احمد كدومه، دمتم في معيه الله وأمنه.